جبت لك بقلاوة. بعدك بتحب البقلاوة؟ بس المفتش خرب لهم شكلهم، قال كتير عم بصير في تهريب بالبقلاوة. بس إيه؟ ما كان في داعي تعذبي حالك. حبيبي انت، وكلت لك محامي شاطر استلم القضية، بإذن الله كله بينحل. مامي شو رأيك إذا بتسكت أحسن ما إيدي بالكف؟ بلا هي أنا شو عزيز؟ رواد بصراحة عطلين هم هيدا اجتماع المستشفى. أقولك لهيدا الموضوع ما غيره؟ بلا برامايا هلا. ما أنت قلتي لي بعظمة لسانك إنه المستودع والمستشفى ما خصهم ببعض. ألو شو بك؟ تتذكر هاي التيشيرت جبتي لي اياها من قبرص؟ مش كانت زهر؟ ايه ما هند مش شاطره مع الغسالات. بكره اجيب لك وحده ثانيه اعيدك. حاولت الجلوس على الكرسي الكبير لكنه كان عاليا بالنسبه اليها. جربت تقعد على كرسي لقيته كثير عالي بالنسبه لها. الو سيدنا، في شيء كثير خطير لازم تشوفه. خبرني. تسريب جديد على الانترنت، معقول عليه للتحقيق. صاحبنا فتح بلوج رسمي باسمه. انا جمال شعبان، اكيد كلكم تعرفوني. مش كثير فخور بحالي، بحقلكم تكرهوني، بس عم بعمل هيدا الشيء لأنه مش عارف في هالكم يوم إذا حتضلني عايش أو ميت. من فترة تعرفت على الشيخ بلال، شيخ الجامع عنا بالمنطقة، وعملني مثل ابني بوقت أنا كنت بأمس الحاجة لبي أو أم. خبرني إنه الشهادة بتاخدني على الجنة. في كتير شباب مثلي عم ينضحك عليها، عم تنشرها ببلاش، عم ينخسر دماغها. كثير منكم بيتمنوا لي الموت، بس انا غلطت وبتمنى منكم تسامحوني. شفنا معكم اعزائي المشاهدين هيدا الفيديو لجمال شعبان، مثل ما مبين من كلام جمال انه الفيديو مسجل قبل ساعات قليله للقبض عليه. سؤال كبير اللي بيطرح حاله، من الذي سرب هذا الفيديو؟ دكتور نوفل مطلوب على العيادات الخاصة. أتمنى إنكم تسامحوني. متى بقى بدهم يعدموه ويخلصونه منه؟ إنه أنا حسيته عم يحكي من قلبه. خلص شيلنا من هالحديث، خلينا نفوت نكمل شغلنا. إيه، لأنه خاينة بالكومة كتير مستعجل على وقته، ما هيك؟ امشي.